السلام عليكم. في حاجات يا جماعة في تليفون أوبو زي الأسرار زي ما بيقولوا، أو إنك تستفيد بالمميزات الجميلة اللي في التليفون اللي ممكن ما تكون مش عارفها. افتح الإعدادات، تمام، انزل عند وسائل الراحة الذكية، عندك حاجة اسمها الإشارات والإيماءات، إيماءات الشاشة المغلقة. هتعمل ايه بقى؟ هتقرا الكلام ده بتركيز كده شوية. كل ده اختصارات انت ممكن تستخدمها. يعني الشاشة المغلقة حرف او، افتحلك الكاميرا وانت قافل التليفون، يعني التليفون مقفول، مجرد ما بتعمل دايرة على الشاشة الكاميرا بتفتح. لو عملت حرف في الكشاف بيفتح، تمام. لو انا بقى اجمل حاجة في التليفون ده زرار الباور، عايز ارحمه شوية، بعمل نقرتين بس على الشاشة، الشاشة هتفتح. كل ده من هنا ايماءات الشاشة المغلقة، تمام. الحاجة الجميلة التانية، انت بتعمل الحركة دي 3 صوابع على الشاشة من فوق لتحت، تاخد لك صورة للايه؟ في أي حاجة، شوت سكرين، اللي هي بديل انك تدوس على الباور والسهم اللي تحت في الأوبو. لو عجبك اعمل لايك.